وبعدين مع هدول اما لا تجي كهرباء هلا بقى قطع الكهرباء كمان لا والحاس كمان لا تركيا دخلت بموجة حر وتركيا داخلة بجهنم والتليفون رح يدفع 5% بدي اشحن وبعدين مع القصة اسمعوا انتوا يا ولك والحاضر يعني للغاية اليوم طبخوا اكل باتي لو لا تجي الكهرباء هاي اذا اجيت واللي بجيب يصير في اكل لا طرب شو قطع نفسي اخيرا اجت الكهرباء يا دوب يا دوب راح اعمل اكل بطفي الكهرباء اذا طفي ما عاد في اكل منو ممتاز دوب راح اجي التليفون على الشحن قبل ما يفصل عندك استنى انا بدي اخذ الشاحن اول استنى تمام لك هاتوا انا بدي اياه اول هاتوا هاتوا خدوه ده صار لي ساعه بقول تليفوني فاصل مش عارف تشحن تركي لا يقطع تركي اتركوا اتركوا بطه والله بطه ما لك اتركوا عبالك تركي وراح عبالك تركي يا امي يا الله على كمية لا اتركوا اتركوا يا بطيخ لا حول ولا قوه الا بالله عشان اولاد صغار عجبك هيك انت في الكهرباء خذوا نعم واشرب بيتو شو مو مستفزه تعمل خيوني افتحي تمين تقولي شاحن حتى ارجع طفي الكهرباء فشلت فشلت افتح لك يا حشره فشلت ولك يخرب بيتكم على بيت الكهرباء والله اليوم ما نتلقى شيء وعمينا ما حدا يدوا لها ان شاء الله لا 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 عمر لا اوعك ها اوعك تعبان وعايف حالي عرفيني بحالي بقى ولك شبك شبك هو بيوم من الايام طلبنا منك طلب انا على طول بجيبه الاه شيبتوني انت اولادك كلها خسر تنظيف وغسيل وطبخ يخرب بيتك على لساني اذا ما متبري منك رغم انت من يوم يومك بتجيبي طلبات البيت انت ايش عاد ما بدها هلا انا اروح اجيبهم وهلا تعبانه وهلا عم بقول لك تعبانه وروح انت ايش بك اصلا وانا شو ما عرفتي شو هن الاغراض لا تاكلها انت كله محسوب عندي عملت لك ليش طب كل طلبات اللي بدي اياهم وخذ معك عبادة كمان شو يساعدك ما تحجج منو شو علقت علقت خلاص ما في مقرر منو لبستني اياها تلبيس قالوا له هذاك الزفت يلحقني على السياره تحت بستناه بسرعه ها الله حي يا ابو عبادة اليوم مروق صحيح مع الطلبات اللي كنت قلت لك اياهم يعني بدنا نضيف عليهم كم شغله هيك بسيطات صغار وبسيطات يعني بدي اشتري سماعات بلوتوث من زمان بدي اياهم انا متذكر هالجمله بقول لك اول شيء شغله واحده بعدين يصيروا 10 شغلات عارفينه انا لا لا يعني لا يعني بس سماعات بلوتوث ما راح شريك غيره يعني صدقني يا تاكلها منوب سماعات بلوتوث وسعره رخيص كثير على فكره اسمعوا لك راح احكيها مره واحده ما راح اكررها انا وانت نازلين نجيب طلبات البيت نواقص مطبخ نواقص البراد وانا دهت لك لحد تساعدني تذكرني تشيل معي نواقص البيت نواقص مطبخ الاكل بس وصلت خلاص اكيد وصلت نواقص طلبات البيت فهمت انا ايش كان بدي بالناس دي كلياتها لو متحجج بايام بغرفتي على اساس اني مرضان مو كان احسن لي ولك ارحموني ما بكفي هلا الليسته الفاتوره بدي ادفعها كلياتها لا كله كوم الواقف عن دور الكاشير دور تاني هي قصه لحالها ليش شو دور الكاشير كمان ممل وقرف لانه والدنيا شو بنار بتكون واقف انت على الطابور بوقف واحد قدامك معبي 15 سله دوب لك يفرزون شغله ويتنول على الاسعار لا بيطلع لك واحد تاني كمان جايب معه كم شغله زياده بتذكر يخطر على باله ويوم يرجعهم وانت واقف هون على عرق وريحه خمام والدنيا شو بنار وقرف ايه عادي وين الجديد يعني كل المولات والمحلات واماكن تجاريه هيك وين جديد الموضوع عادي عليك يا سطل لانك انت لساتك عجي صغير اما انا رجال كبير ما بتحمل الوقفه كلياتها لا وبيجيك واحد قدامك كمان بقول لك معي شغلتين بس معيش امرق قدامك خلاص بابا وري همك عندي انا بحل لك اياها شلون يعني عندك باب هلا انا بنزل وباخذ الليسته وبروح انت خليك هون شغل المكيف وخليك جوات السياره وانا بحارب وبناضل وبجاهد وبصارع في سبيل ضلتهم وانا بروح هات الليستة وكرت الفيزا تبعك صار هات محمد بتحكي جد لك الله حيو لك انت ايمت صرت هيك بني ادم مسوك هاي كرت الفيزا بتصرف انت بسرعه مسوك الله حيو ايه لحظه اهم شيء ما تنسى تجيب لي معك الفيش الفاتوره بالاسعار بدي ابرق افليهم صنف وبدي اعرف الاسعار شو قد صارت وبدي اعرف درجه الغلاء اللي صارت بعد هالزيادات اللي عملوها اهم شيء الفيش الفاتوره فهمت؟ ايوه بتعرف شو؟ فجأة انا ارتفعت حرارتي وقلبي صار يدق بسرعة وشكلي بدي اقرب يعني ما خرج انزل لحالي منوب انزل انت جيبه انا ما قادر منوب انزل شو
شو ناخذ نص رمامي. خلاص 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 خفيت والامور صارت توز، ما عاد فيني شيء، صرت حديد خالص. يلا بقى خلصنا، احترقنا بالشمس. مالك ناوي تمشي يعني؟ بعدين خلينا نسكر شبابيك انت وشغل المكيف. يخرب بيتك ولك انت غبي، السياره اول شيء لازم تشغلها تحميها ربع ساعه لثلث ساعه، لو وقت ما الزيت يخبط الموتور كلياته يتزيت ويصير مهيئ لتمشي. نعم قاموا تحمي السياره، ولك درجه حراره برا زائد 500، هيدا الحكي بتحكيه بالشتاء مو بالصيف. بالصيف سياره تتحمى اول مره بسمعها. كشفت يا حقير، وقت ما حدا سمع عليك لما تاخذ سياره عم تشغلها وتمشي بسرعه. بتصدق بتصدق اكثر فصل هو الصيف لازم نحمي فيه السياره. انا برايي خليك تستنى شوي، استنى شوي يمكن ساعه او اكثر لحتى تحمي السياره. خلينا رايين ما عندنا شيء اصلا، احنا عم نستنى. ايش في عندنا احنا؟ ماشي لنا حكي بهالموضوع، خلينا نروح وصلك الله لقدام الماركت وبنرجع بنحكي. مين كل الطلبات مكتوبين على الليستة؟ ايه كل الغراض مكتوبين على الليستة، اوعك تنسى شيء. ها طبعا. ولك الو ولك ايش صار فيك كل هذا؟ انت ايش صار فيك؟ لسه عم بعبي السله القصه فيه لانه ايه. وبسرعه جبي معك عمت معجون تبع حلاوه الدان، امك نشيتك تبع القصه. ايه وقدام المول صار زحمه عجقه سير وفي شمس، رحت لفيت المبنى بالقفا. لف اللفه انت كلها بتطيني قدامك، يعني لف اللفه بس. يلا عم بستناك. وقل لي بآخر بيناك. لا جينا بالسيارة بعدين خلاني أرجع مشي لحالي. وين السيارة؟ وين راح؟ وأخيرا بدها زلغوطة، طلع وين رايح بالسيارة على أساس إنك في عيالي يعني. لا وأكيد أكيد كنا عندي على مكيف الله. لا ونايم كمان. بابا افتح افتح. ولك بابا افتح نايم. ولك بابا افتح افتح. ولك بابا افتح بقى. ولك شبك شبك يا بني ادم فلشتني، شبك حقك علي والله. قطعت لك الحلم، ما في محل ابعد من هون تبعد وتصف. وين بقى فالبناء؟ افتح لي الباكاج افتحه. ولك كيسين كيسين ما قدرت تشيل من هنيك لهون. جيب بسكويت صعي لحظة، هات الكارت والفاتورة هاتهم هاتهم. ولك انت اول شي الله افتح الباكاج، شايفني اخطبوط اللي سبع ايدين افتحه وبعطيك يا ما راح اهرب. ايوه تمام. شايف خفة دمك وزرافتك هي بتجيب لك المشاكل ها؟ اه ايش في؟ جاونا انا بطبع الكاس، تعال شوف جبت جاعي. ايه طبون انت طبون. اه لك لحظة انا عبنسى يخرب بيتك. ولك هات كاتو الفيشة شوف شو جبت. هات تكرم تكرم تفضل سو هات خلصني. ولك هذا الكارت بس وين الفيش؟ واحد يكون واقع منك ها؟ اكيد وقعت مني وانا نازل الماركت اكيد. هات الفاتوره ولا اقسم بالله برجعك على الماركت كواع وركب. تدوع على الفاتوره وقت بطاقيه. بابا صدقني ما عبى رايي يعني لو المقيه ما عطتك اياها. بعدين يعني ايش قد ما كان المبلغ يكون بالنهايه انت جبت اغراض لبيتك ولادك وعيلتك يعني الله يسامحك. امشي لا امشي. ولك هذا ولك لحظه لحظه طول بالك. ها ليك لقيتها كانت سرد لورا جيبي. تفضل ولك هات هون هات هون. ما بتجوا غايب العين الحمراء بيتكم. شو هاد كله ولك؟ يخرب بيتك. جايب شي زيادة انت؟ لا ما جبت شي منه، قصدي جبت شغلة وحدة بس. ولا يا ربي شغلتين الصراحة كم شغلة بسيطة يعني. قولي لك شو هاد؟ 9 علب بسكويت حجم عائلي، 20 علبة نوتيلا،
40 كيس عنده من نكهة الخضار. خم 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 15,000 قيمة المبلغ. بابا بابا لا يوفق قوم بابا بابا إذا بدك أنا برجع 40 كيس عنده بها بس وبدك أطلع على أقرب مشفى أول شيء ولا أروح أوصل أغراض على البيت. الله يستر. We'll be right back.